يضغط وليد سليمان ويجيبها. يمشي وليد, يمشي وليد ويقرب وليد, وادي فرصة جول, جول, جول. مؤمن زكريا يفتتح أهداف اللقاء. نعم, وليد سليمانية اللي خلاص في أيامه الأخيرة مع النادي الأهلي يعمل الوداع الجميل بهدف رائع من عرضية وليد سليمان بخطأ في الكرة المقطوعة من طارق حامد. شوف وليد سليمان فات ازاي, شوف عمل العرضية, مهارة وذكاء عبد الله السعيد في الكرة الطويلة مع تدخل الشنداوي هنا مع علي معلول, ويشير دافيدي ماسا بضربة جزاء. عبد الله السعيد هيتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 42. عبد الله السعيد واحمد الشناوي, عبد الله السعيد وقف وفكر, عبد الله السعيد جول, جول بذكاء ياخد ضربة الجزاء ويترجمها عبد الله السعيد. شفت بقى الفرق, كنت لسه بقول اختيار اول في ضربات الجزاء في النادي الاهلي عبد الله السعيد, اهو الراجل ما كدبش خبر ولعبها ببراعه فوق, اتعمد يطلعها فوق طبعا رغم ان وليد, وليد سليمان يلعبها خطيره, اظهره فرصه, 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 اوه جوه الجول بسرعه التحول. يا سلام عليك يا وليد يا سليمان, من وليد سليمان يتزحلق الشناوي ويحطها اظهره في المرمى عشان يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي وتصبح النتيجه 3-0.